واحد، ودي للأسف تنقصنا كثيرا، اهتمامنا واعترافنا بقيمة الوقت. ما بنحترمش مواعيد بعض خالص، يعني هنا في مصر خالص، اجي لك الساعة 12 3 4 عامل حاجة الساعة 5 مثلا، او في ناس اجتماع الساعة 5 يجوا الساعة 6 7. فاحترام الوقت ده من الحاجات المهمة جدا. طيب حاجة تانية عايز اقول لكم عليها، واحنا كده بنتكلم عن ازاي ان مصر بتتغير، وان احنا الحمد لله قادرين ان احنا شكلنا كمان يتغير قدام العالم كله. في حاجة مهمة جدا، بذرة بتتزرع، زرعها الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قال انا مش عايز بس القادة السياسيين اللي موجودين في العالم هم اللي يرتبطوا بمصر وجدانيا، لا، الرئيس حب ان كل حد موجود في العالم شاب يبقى له ذكرى في مصر، ذكرى طيبة، يبقى له كده لما دايما صورة ذهنية. مهم قوي حتة الصورة الذهنية دي، لان كتير قوي لما بنتكلم عن مصر في حتت وكده من سنين فاتت كان على طول المشهد اللي يجي في دماغهم ناس بتجري ورا بعض، مولوتوف، بيجروا العساكر، بيجروا الضباط كده، يعني ان حالة من حالات الانفلات الامني وعدم الاستقرار بشكل كبير جدا، او صحراء وجمال وخيول وحاجات، يعني حياة يعني صحراوية قاحلة يعني، وده مش حقيقة مصر طبعا. فكان الفكرة للأول ان يبقى في منتدى لشباب مصر، يبقى موجود شباب يتكلموا مع بعض الأول، وبعدين تحول هذا المنتدى للمنتدى الى منتدى شباب العالم. طيب انا معايا دلوقتي على التليفون حد من الشباب المصري الجميل اللي له خبرة سياسية محترمة على فكرة، وهو من القيادات الشبابية اللي ليها مستقبل كبير جدا في مصر. انا معايا المهندس احمد صبري، امين الشباب في حزب مستقبل الوطن، وكمان هو عضو التنسيقية الشبابية. مساء الخير يا باشمهندس. مساء النور يا احمد بيه، وبرحب بحضرتك وبكل الساده المشاهدين. اهلا بيك، ودايما كده منور ومنور شرم الشيخ. يا ريت تقول لنا الاجواء عندكم في شرم الشيخ عامله ازاي، مين البعثات اللي جت، قابلتوا مين انتوا كتنسيقية شبابية؟ طبعا احنا هنا في شرم الشيخ يعني بتتزين شباب العالم استعدادا للمؤتمر شباب العالم الثاني بعد العام اللي فات والنجاح الكبير اللي حققه المؤتمر والمنتدى. هنا يعني كل شوارع شرم الشيخ لوجو المؤتمر ولوجو الشبابيه اللي موجوده، اول ما بتنزل المطار بتلاقي المطار جاهز بالشعارات المؤتمر وباللغه العربيه والانجليزيه. قابلنا الوفود الافريقيه اللي وصلت، الوفود الاجنبيه، الشوارع كلها هنا يعني فيها الوفود الشبابيه اللي وصلت، بدأنا بنتكلم معاهم وفتحنا معاهم حوارات، وبنستعد طبعا من بكره هيبدأ ورش العمل التحضيريه للمنتدى، وهيكون فيها اجنده افريقيا، وهيكون فيها تمكين ذوي الاعاقه، وهنبدأ ان شاء الله الافتتاح يوم 3، والورش بقى العمل من يوم 4 و5 والختام يوم 6. بدأنا نجهز ورق العمل بتاعنا، بدأنا ان احنا نفتح حوارات، وكان في كمان حاجات ترفيهيه على مش المنتدى، كان في مباراه كره قدم ما بين اعضاء التنسيقيه وما بين شباب افريقيا. مين اللي كسب؟ لا هم كسبوا ماتش واحنا ما كسبنا ماتش. ايوه تعادل يعني. بالظبط. تمام. طيب ايه الحوارات اللي كانت دايره؟ يعني عايزين نعرف هل الناس، او خلينا نقول شباب العالم، بعيد عن الصوره الحقيقيه اللي موجوده في مصر ولا لا؟ خلاص من المره اللي فاتت ابتدوا يفهموا وابتدت الدنيا تقرب اكتر. يعني طبعا خلينا نتفق ان احنا كان عندنا مشكله وخطور في يعني ايصال ما يحدث على ارض مصر للعالم، ده نتيجه طبعا للدوبي اللي كان حاصل يعني في الاعلام العالمي، واللي الصوره كان بيحاول يوصلها لمصر، خصوصا بعد حادثه الطياره الروسيه اللي حصلت في شرم الشيخ. اعتقد المنتدى بتاع السنه اللي فاتت والحضور اللي كان حاضر والقاده اللي حاضر من كل العالم قدروا يشوفوا مصر بشكلها الحقيقي، قدروا يشوفوا مصر الامنه، مصر المستقره، مصر اللي هي بترغب ان هي تفتح علاقات مع كل الدول. والنهارده يعني السنه دي اعتقد ان في وجود اكبر من اللي شاركت السنه اللي فاتت، الشباب حتى اللي جه السنه اللي فاتت كان عنده رغبه ان هو يحضر تاني، ووسعنا حجم المشاركه للشباب اللي من بره مصر، ووفود افريقيه، وفي وفود من الاورو المتوسط وامريكا الجنوبيه وامريكا وكل دول العالم جايين النهارده وحابين ان هم يشاركوا وبيقدروا على ارض الواقع يشوفوا مصر ويتحاوروا معنا احنا كشباب مصري ومع الدوله المصريه، ويبداوا يقولوا ايه المشكلات اللي عندنا، ايه المميزات اللي عندنا، ايه الاشاعات اللي موجوده، واحنا بنرد عليها مباشره بدون اي اشاعات وبدون اي اكاذيب. لا لما بيشوفوا شرم الشيخ في ناس يعني اول مره تيجي مصر منهم كانوا متوقعين ان ده شكل مصر وان دول شباب مصر، ان احنا دي هيئتنا، ان ده طريقه فكرنا، ان دي طريقه رؤيتنا لمستقبل مصر حتى؟ لا الحقيقه يعني احنا قابلنا يمكن شباب افريقي لاول مره يجي مصر هنا وتحديدا شرم الشيخ، في شباب اوروبي
اول مره يجي هنا. طبعا هم منبهرين بالطبيعه اللي موجوده، الجو في شرم الشيخ يعني مع توقيت المؤتمر حاجه هايله جدا، جو معتدل صباحا وبالليل الجو يعني جميل جدا، والشوارع يعني ما اقولكش متزينه، وحتى التعاون الامني موجود ومع الناس تسهيلات، فالناس شايفه لا الوضع كويس ومبسوطين جدا بالمؤتمر. اعتقد كمان مع بدء فعاليات المنتدى كافتتاح بيحصل، وكفعاليات المنتدى على مدار الاربع ايام، اعتقد ان هم هياخدوا فكره افضل وفكره احسن، وهيبقى انطباع جيد جدا ليهم كاول زياره ليهم في مصر. انت بتشارك هناك بصفتك يا باشمهندس امين شباب حزب مستقبل وطن، وكمان عضو بالظبط تنسيقية شباب الاحزاب. ايه الورقه اللي انتوا هتطرحوها، او ايه الفكره؟ احنا بنشوف دايما ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما بيواجه الشباب ما بيبقاش فيه خطوط حمراء وما بيبقاش فيه اسئله ممنوعه، وان اي حد عايز يسال سؤال بيساله من قلبه بجد وبيلاقي الاجابه بجد. ايه اللي انتوا محضرينه؟ يعني يمكن احنا المنتدى السنه دي هم حاطين السلوجان بتاعه اللي هو الاعمده السبعه للشخصيه المصريه، وحاطين سبعه محاور رئيسيه، والابداع والسلام والامن وما الاخره. احنا مركزين بشكل اساسي كشباب مستقبل وطن، ويمكن كمان من خلال تنسيق شباب الاحزاب، على مجموعه من المحاور ومجموعه من الجلسات اللي موجوده. احنا مركزين على اجنده افريقيا 2063، افريقيا التي نريدها، مركزين على تمكين ذوي الاعاقه، قاده السلام، شركات الناشئه ورياده الاعمال ودورها في بناء الاقتصاد العالمي، مركزين على دور القوى الناعمه في مواجهه التطرف الارهابي الفكري والارهاب، طبعا لان احنا عارفين الارهاب عمل ايه في الفترة الأخيرة في مصر وفي أفريقيا. بنحاول إن احنا نكون لينا دور في صياغة رؤية مش بس مصرية، لا كمان عالمية وإقليمية وأفريقية في حل المشكلات اللي موجودة. احنا بنتمنى لكم طبعا كل التوفيق باشمهندس، مهندس أحمد صبري أمين شباب حزب مستقبل وطن، بشكرك جدا على هذه المداخلة وعلى طرح رؤيتكم للملف اللي او الملفات اللي هتقدموها امام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. معايا برضو على الهاتف الان الزميله ناردين حبيب مراسله برنامج صوت الناس من شرم الشيخ دلوقتي. ناردين الاول مساء الخير. يا ناردين. الو. ايوه مساء الخير، يا ريت تقول لنا الاجواء عندك شكلها عامل ازاي؟ خليني بس في الاول اقول لك الاجواء من اول ما وصلنا مطار القاهره، لان من اللحظه الاولى في مطار القاهره وانت بتشعر بالتنظيم وقد ايه كل شيء كان مرتب ومغلف بطبع المنتدى، وفرق الشباب موجوده لتقديم الدعم والمساعده من اول ما بتوصل المطار، وكل حاجه عليها الشعار واللوجو والورق بتاع البيانات اللي بتحطها. من مطار القاهره ولا من مطار شرم الشيخ؟ من مطار القاهره. من مطار القاهره، يعني بمجرد بدايه تحركك من البيت يعني ودخولك مطار القاهرة في حالة من الحالات والطريق المؤدي للمطار كله يقف بتاعة المنتدى، وحتى التيكت اللوجو اللي بيتحط على الشنطة كل حاجة عليها اللوجو، والتشيك إن منظم جدا، والطيارات والأتوبيسات كلها عليها اللوجو. برضو الشباب المنظم بدأ في التنظيم من عدة شهور في القاهرة، وانتقل هنا على بداية التنظيم على أرض الواقع. حاجة مشجعة جدا انك تشوف الشباب بيشتغل، انا بحاول انقل لكم الصورة بقد ما اقدر، الشباب كله بيشتغل كخلية نحل، منتشرين ما بين ومفرقين في تيمز مختلفة ما بين الناس اللي بتجيب الناس من المطارات، بتسكن الناس، الناس اللي بتجهز المنتدى. في كام دولة مشاركة؟ يعني بيتكلم في شباب من كام دولة وعدد الشباب المشارك؟ عدد الشباب المشارك ما بين 5000 شاب او اكثر. جاري استقبال الشباب المشارك من كل دول العالم تقريبا. اتعلن انطلاق المؤتمر. فكره المؤتمر السنه دي زي ما حضرتك عارف مبنيه على مستوحاه من الاعمده السبعه للكاتب المصري ميلاد حنا، والاعمده السبعه دي اللي هي الفرعوني واليوناني والروماني والقبطي والاسلامي والعربي والبحر المتوسط بحسب والافريقي. نعم. فبحسب المنظمين ان ده اللي بيجعل مصر قادره على استيعاب جميع الحضارات والشعوب والثقافات. صحيح. وده اللي بنلمسه فعلا زي السنه اللي فاتت ما لمسناه في منتدى شباب العالم، ان هو بيضم جميع الثقافات دي بحضور. السنه كان 3000، السنه دي 5000 شاب. المنتدى فعليا هيبتدي يوم 3 نوفمبر بحفل الافتتاح الساعه 6 مساء، لكن بدايه من بكره هتبتدي ورش العمل. يوم 1 و2 هيكون في ورشتين عمل متكررين بتغطيه مختلفه للورش دي. الورشه الاولى هتبقى اجنده 2063 افريقيا التي نريدها، والورشة الثانية تمكين ذوي الإعاقة نحو مجتمع متكامل. نعم. ودي طبعا يعني نعم اتفضلي.
يوم 2 نوفمبر هيبتدي افتتاح مسرح شباب العالم World Youth Forum، وده أول مرة بيتعمل السنة دي، وده ضمن الفعاليات الجديدة اللي مسرح شباب العالم. بمعنى في فرق مشاركة بتقدم عروض فنية من مختلف الدول، من مختلف الجنسيات، بيقدموا مواهبهم سواء فرق مسرحية فولكلور، يعني بيقدم فولكلور الدولة ولا بتبقى؟ هو لغاية دلوقتي المنظمين ما أعلنوش قوي الشكل، هم عايزين كل حاجة تبقى مفاجأة. فالمعروف دلوقتي ان في شباب من مختلف العالم هم اللي بيطلعوا يعرضوا، لكن المحتوى نفسه اللي بيعرض ايه هو لسه مش معروف بالظبط، لسه مش معروف. هم سايبين كمان الشباب يعبروا عن نفسهم، وده من الفعاليات الجديدة اللي السنة دي موجودة. برضو في حاجة جديدة مهمة جدا السنة دي، الستارت اب فين، ودي زي مكان للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، مكان مخصص لعرض أفكار الشباب الصغيرة اللي تم تحويلها لأعمال تجارية ناجحة. ده برضو مشارك فيه شباب عالم كتير جدا من مختلف الدول، وفي مصريين وفي شباب من مختلف دول العالم. انت طبعا مكملة معانا هناك وتغطيتك هتفضل موجودة، واحنا بنشكرك جدا الزميلة العزيزة ناردين حبيب مراسلة صوت الناس على وجودها هناك في شرم الشيخ وعلى نقل الصورة من هناك على قد ما تقدر، وان شاء الله مكملين معاكم على مدار الايام اللي جاية في نقل المشاهد المختلفة من شرم الشيخ.